إذا نخدموا انا والاخ مهدي والاخوان هنا في مدينه مكناس، وانا من الاسره ديال العائله ديال التاس والمهدي، راه خويا وصديقي، وخدمنا في حفلات، خدمنا في سهرات، وخدمنا الكلون، خدمنا بزاف. وهذه الحادثه اللي وقعت حادثه خطيره، يعني كانوا ركبوا معاه شي اخوان، ما عرفناش القصه كيفاش، لعلم الله سبحانه وتعالى. وراه ماشي مهدي هو اللي كان سايق، راه داك الاخلاق، وراه على ما سمعنا حنايا راه هو اللي كان سايق ودخل بها، وراه على ما سمعنا عاوتاني راه داك الصديق راه هارب. شكرا للاخوان. ديما عمروك ما كيكمي، ما كيسكر، ما كيشرب، ما كيتعطى للمخدرات والو، ديما الصلاه والخدمه واللي في لسانه في قلبه. وهذا راه هذا هو مهدي، هذا هو مهدي، وباقي هو المهدي، وخماس راه حنا هو الخليفه ديالو، الخليفه ديال المهدي. لا لا، ما كاين مهدي ما غايتعاشرش معاه، هذوك راه يتلقى مثلا، تقدر تكون بغى يوصلهم ويرغبوه معامله، وقع لهم هذه الحادثه هذه. ما مهدي ما يمشيش مع هذوك الناس، هذا هو المهدي، راه مهدي ما كيمشيش مع ذاك الناس. انا الثقه ديالنا راه في القضاء والامن، هما اللي غيديروا التحقيق ويجيبوا لنا لصحه الاخبار، وغيديروا لنا البحوث، وغيقبضوا هاد الناس اللي كانوا معاه، هادو اللي هربوا، خصهم يديروا التحريات ديالهم. وكنطلبوا من السي الحموشي هو اللي يتكلف بهذه المهمة هذه. شكرا.